المرجعية الدينية كانت تقاوم الانحراف قدر الإمكان بالطريقة المناسبة لذلك الزمان. عندنا مثل ميرزا محمد تقي الشيرازي رحمة الله عليه، قائد ثورة 20 في العراق ضد الاحتلال البريطاني، مناصرة للأتراك العثمانيين. الأتراك العثمانيون كانوا طائفيين في بعض الفترات. راجعوا هذا كتاب لمحات من تاريخ العراق الحديث دكتور الوردي، أشرنا إلى في وقت من الأوقات بعض هؤلاء كانوا طائفيين. مع ذلك عندما صارت الحرب بين العثمانيين والبريطانيين، البريطانيون كانوا يطمعون أنه لما يجون يحتلون العراق الشيعة نظرا لكونهم مظلومين من قبل الأتراك خلص يطبقوا ويا البريطانيين. لكن المرجعية الدينية في ذلك الوقت بقيادة الميرزا محمد تقي الشيرازي رضوان الله تعالى عليه اصطفوا إلى جانب الأتراك المسلمين وأعلنوا ثورة ضد الاحتلال البريطاني، واستطاعوا أن يهزموا البريطانيين في ثورة 1920. هنا تشوف واحد من مراجع الدين يقوم بمحاربة الانحراف بهذه الطريقة. يجي عالم آخر يشوف لأن حاجة الأمة إلى دستور مكتوب وهو الآخند الخراساني، ويبدأ في الحركة الدستورية، يقول البلد تحتاج إلى دستور مكتوب يقرر صلاحيات الحكومة ويحاسب الحاكم على أساسها. وبالفعل كانت هذه إحدى المشاكل الموجودة في إيران، وخاض معركة طويلة وثورة سميت بثورة دستورية. تشوف عالم آخر يجي لا أكثر من هذا، يقول ما يبقى هذا الحاكم. إذا كان الآخوند يقول ما يخالف خلي الحاكم يبقى ولكن الدستور يكون فوق الجميع، يجي عالم آخر مثل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ويعلن ثورة عظيمة ضد شاه إيران ويغير الأوضاع ككل. فكل واحد من مراجع الشيعة ضمن تشخيصه للانحراف والظلم القائم في الأمة في ذلك الوقت يتحرك على هذا الأساس. لذلك هذه المرجعية من جهة كانت ضمانة تشريعية، من جهة أخرى حاولت المحافظة على كيان الأمة وكيان الطائفة، ومن جهة ثالثة أيضا حاربت الانحراف وقاومت الظلم بالطريقة المناسبة بحسب ذلك الظرف وبحسب قدرة هذه المرجعية.